إذن الدولار طالع نازل ولا سقف له. هذه اللعبة التي باتت جزءا من حياتنا اليومية أصبحت أشبه بقصة أسطورية لا تصدق، تحكى يوميا وتفسر بطرق مختلفة، إلا أن النتيجة واحدة لا غير: انهيار مستمر للمواطنين الذين، وبحسب التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أصبح منهم 80% تحت خط الفقر منذ العام 2019، مع فقدان العملة الوطنية ل 95% من قيمتها، وارتفاع الأسعار بنسبة 200%، وزيادة أسعار الوقود بأكثر من 2000% خلال فترة عام فقط، وهو ما أثر بشكل سلبي على الحضور إلى المدارس وأماكن العمل. موضوع تلاعب الدولار نطرحه على الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر. مساء الخير بروفيسور. مساء الخير مدام كارلو. يعني ليش ارتفع اليوم سعر، اليوم انخفض يعني، بس ليش في ارتفاع لصرف الدولار بساعات محدوده فيما العوامل ما زالت على حاله والمركزي يضخ الدولارات بلا سقف؟ وهل هي لعبه بين الصرافين ومصرف لبنان لازاله خسائر ميزانيته بالليره اللبنانيه؟ بدايه يجب الاشاره الى ان الانخفاض الذي حصل الاسبوع الماضي حصل عندما توقف المصرف المركزي عن التدخل على السوق القطع شاريا للدولار من أجل تأمين حاجاته للطحين والأدوية، وتزامن هالشيء طبعا مع قرار سياسي بتمرير انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة المكتب، وإنما عاد الدولار اليوم للارتفاع بسبب عودة المصرف المركزي إلى التدخل بسوق القطع شاريا للدولار من أجل تأمين حاجاته هالمرة لمنصة صيرفة، وبالتالي للعقود يلي وافقت عليها المصارف يوم الاثنين واللي سلمت اليوم. وبهالوقت طبعا وقت صار في دولارات بايدين الناس، نعم، صرنا نشوف في تقلبات بالسعر، يعني صار بيطلع اوقات ويوطى اوقات ثانيه بحسب اذا كان الناس يلي استلمت دولارات رجعت تروح تبيعها بالسوق بسعر الصرف يعني على سوق القطع، يوطى السعر وقت المصرف المركزي يرجع يتدخل ليشتري يرجع يعني. كرمال هيك شفنا اليوم في تقلب طالع نازل كل النهار، وطبعا متوقع انه يستمر هذا الشيء اذا كان بده يستمر العمل على صيرفه بالوتيره نفسها، لان المصرف المركزي ما عنده دولارات، هو يحاول ان يشتري عبر عملائه هو بالسوق، مثلا او ام تي يلي السعر تبعها بعده عالي، وهو عم بيحاول يطلع اعلى منه بشكل انه يطلب لحتى يسحب الدولارات الموجوده بالسوق ويؤمن فيها الطلب على صيرفه. طب بعد كل بالنسبه ل... نعم بس اسمحي لي بس لان سالتيني عن ميزانيه المصرف المركزي واطفاء الخسائر، انا لا ارى ان هناك علاقه في الوقت الحالي ما بين اطفاء الخسائر وبالتالي الخسائر بالليره اللبنانيه والوضع يلي عم بيصير، لانه الفجوه الماليه هي بعشرات مليارات الدولارات وليست بالليره اللبنانيه، وبالتالي اليوم اللي عم ينعمل على سوق القطع يوميا ما بيحرز انه ينحط قبال هالكارثه اللي عندنا اياها اللي هي الفجوه الماليه. نعم، يعني ما بتعتبر انه قصه الدولار والليره هي قصه مقصوده؟ يعني طبعا لها طابع مالي او سياسي. مقصوده سياسيا بس مش بالنسبه للخسائر، مقصوده بشكل انه المصرف المركزي يتابع بسياسته بشراء الوقت، وانما السؤال الكبير شراء الوقت من اجل ماذا؟ يعني اليوم عم بيحرق، عم بيفوت هو مضارب على سوق القطع، هو عم بيشتري، عم بيطلب سعر اعلى من السوق حتى يلي محطوط على الشاشه بي او ام تي، شو السبب؟ شو بده؟ بده يشتري وقت كرمال شو؟ الحل اي متى؟ شو بده يعمل بالناس وبقدر الناس وبمستقبلهم؟ ليش عم تنلعب؟ اكيد فيها سياسه هيدي اللعبه، اكيد فيها شراء وقت، بالاضافه لفزلكه ما ماليه ونقديه عم يتبعها المصرف المركزي من اجل سحب الدولارات واعاده ضخها على صيرفه. السؤال الاكبر بالنسبه لي انا كمراقب وكمواطن هو الى متى؟ شو بدك بالوقت اللي عم تشتري وشو بده يصير بهالوقت اللي عم تشتري؟ نعم، شكرا لك الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر.